من جديد بجدد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، علشان هو موسم استثنائي في تاريخ النادي الاهلي. ضفنا ايضا استثنائي واحد من اهم رموز النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيعتز بابنائه ورموزه، واحد من رموز الرياضه المصريه دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لكره اليد. دكتور حسن برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. موسم استثنائي والنادي الاهلي اعتزازه. اهلا بسيادتك والف مبروك، حاجة عظيمة جدا النادي الاهلي يعمل كل الانجازات دي، عشان الناس تعرف ان النادي الاهلي ده جزء اصيل من مصر وجزء اصيل، لان النادي الاهلي لما بيبقى في صحة تبقى المنتخبات القومية كلها في صحة كويسة، مش في لعبة معينة، مش في كرة القدم فقط لكن في كل الالعاب. فاللي انا عايز اقوله ان ده حاجة مش جديدة على النادي الاهلي انه يبقى بيقود الرياضة في مصر، هو والاندية الكبيرة زي الزمالك وزي الاندية دي كل حاجة كويسة جدا. فاللي انا عايز اقوله ان احنا نتكلم على الجزء الخاص بالرياضه المصريه. الرياضه المصريه محتاجه كل الجهود وكل الناس تدفع في اتجاه واحد، وما يبقاش في مشاكل بين الناس وبعضها، واخد بال حضرتك ازاي. وانا شايف ان الكابتن محمود الخطيب راجل متفاهم، راجل هادي، راجل نموذج للرياضي اللي هو يحتذى به ويبقى قدوه للاعبين والمدربين والحكام والاخر. فاللي انا عايز اقوله الف مبروك، وان شاء الله ما تكونش دي اخر يعني اخر الانجازات، لكن دي بدايه الانجازات ان شاء الله، وان شاء الله كده يتعود على الفرق القوميه لجمهوريه مصر العربيه. دكتور حسن، النادي الاهلي دايما بيدينا رساله، مفيش مناسبه الا وبيكون موجود الدكتور حسن مصطفى، الكابتن حسن حمدي، المهندس هشام سعيد. اعتقد النادي الاهلي بيوصل رسائل مهمه جدا، اعتزازه بابنائه وكل من اخلص للرياضه المصريه. احنا ابناء النادي الاهلي وتربينا في احضان النادي الاهلي وغيرونا على النادي الاهلي وبدون تحيز. يعني اللي انا عايز اقوله حاجه مهمه، احنا ما مش متحيزين. كل الناس اللي حضرتك قلت عليهم دول كلهم ناس رياضيين، بيور رياضيين، بيحبوا النادي الاهلي. ايوه بيحب النادي الاهلي، لكن بدون تعصب لاي ضد اي انديه ثانيه. عايز اختم مع حضرتك كرة اليد، أعتقد هي الفترة الأعظم في تاريخ الرياضة المصرية في كرة اليد في وجود الدكتور حسن مصطفى. التخطيط والعمل والإخلاص والنجاح هو منظومة لكرة اليد المصرية. أيوه احنا طبعا أنا لما جيت رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد كانت مصر الرابع أفريقيا. أنا سبته احنا الرابع عالميا، يعني كنا 2001 كان في بطولة العالم كانت في فرنسا، كنا بنلعب في باريس وحصلنا على المركز الرابع عالميا. وطبعا الانجازات بقى الخاصه بالشباب والناشئين والفرق المختلفه في كره اليد. فاللي انا عايز اقوله ان احنا الحمد لله عاملين نتائج كويسه، والفرق القوميه بالنسبه لكره اليد بتعمل نتائج، ويعني الناس كلها سعداء، او الجماهير اللي موجوده اللي بتتابع كره اليد سعداء باللي بيتعمل في كرة اليد. أخيرا يا دكتور أختم مع حضرتك، شايف الدعم اللي بيمثله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس للرياضة المصرية، أعتقد ده مهم جدا، وبنشوف طفرة على البنية التحتية على كافة المسابقات. طبعا دي حاجة جميلة جدا لما يبقى رأس الهرم مهتم بالرياضة، يبقى كل الناس بتهتم بالرياضة. ودي مشكلة أي بلد من البلاد لما بيبقى في حد بيحب الرياضة في مركز متقدم، سواء وزير من الوزراء او السيد رئيس الجمهوريه. فلما بيهتم الناس كل الهيئات الاخرى بتهتم، وبيبقى في طفره بالنسبه للرياضه. الرياضه حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وانا طبعا احب ان انا اشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بالرياضه المصريه. ان شاء الله كده يعني من نجاح الى نجاح بالنسبه للفرق القوميه المصريه ان شاء الله. اشكرك يا دكتور حسن، ربنا يديك الصحه يا رب، ودايما تفرحنا ودايما تكون موجود وسطينا في البيت الكبير بيت النادي الاهلي. ربنا يخليك، متشكر جدا وبشكر الساده المشاهدين. كلام مهم وكلام من القلب من الدكتور حسن مصطفى، قيمه بنعتز بيها، بنفخر بوجود الدكتور حسن مصطفى بينا ووجوده في الرياضه المصريه. اعتقد كلامه كلام مهم جدا وكلام مؤثر جدا.